يقول الشاعر: ناطق ركن بيتي حديد، ركن بيتي حجر، فعصفي يا رياح وانهمر يا مطر. لست أخشى الرعود، لست أخشى الخطر. ولو صهري بدي أعملك فقير كحيان ما بجيبتك نقلة، بدي خلي الدولة تعطيك دعم 50,000 ليرة. والحكي على هالحكي اللي كتبت له اياه ما راح يعطوه 50 فرنك. قبل شو خايف؟ ما حيلته غير هالبيت المهرهر القصر يلطيز. طول بالك طول بالك، لسه ما خلصي. وهذا بيت الشاعر، سقفه حديد وركنه حجر، اما انا وحسرته فسقف بيتي خشب وركنه لبنان من التراب. حجر ولا اخوي حجر حجر. خلص كنت انت شو دحشك؟ اترك هلا يكسي بيت الشعر مثل ما بده، يكذب على كيفه. شو هن جايين يدقوا شو فهنا؟ اسكت قول كمل. والشاعر هو الذي لا يخشى الخطر، اما نحن فكل ما بخت الدنيا بخه بصير بيتنا بيدلوف وما بيضل عنا ولا صحن تناكل فيه، لاننا نضع الصحون والزبادي والطواصي والصواني تحت الدلف لكي لا يغرق المنزل. مسكوا له صهري، صملنا. اضع قد بموصل كمان. لك شو فارقة معك انت موصل ولا مفصل؟ يلا بصوم اخوي سلي. كرماله لله اكتب لنا هيك شي تجليطة مثل هالتجليطة تبع اسعد، عجبتني كتير. لا ولا اسعد امي لا بيقرا ولا بيكتب، انت شو ناقصك؟ تعرف تكتب اكتب لحالك. ناقصني موهبتك بالتجليط والكش؟ ولك العمى بعيونه عيونه بتجلط كل جلطه بتبكي الحجر. عيونك سليم كمان جوده مثل اخوك، لا تخجله. ماشي تكرم عينكم، ما حدا بيطلع زعلان منها. شبك ولا بديعه؟ عينك فيها شيء؟ شبك ولا اخوي شبك شبك شبك، ما فات شيء بعيني، بس انت مدري وين بيروح الفهم تبعك احيانا. جاري وين ابدو؟ اديني نايف اديني نايف. أسعد جاري. أسعد نايف، خير جارنا فشي؟ لا والله ما فشي، بس قلت لحالي بخبركم إنه بكرة الحكومة بدها تبعث لنا حدا مشان يشوف إذا نحن فقرة ولا زناقيل، مشان يعرفوا إذا بدهم يعطونا مصاري ولا ما رح يعطونا دعم. ما بيأثر جارنا ما بيأثر، والله يشنقوا حالهم يذبحوا حالهم ذبح، ما فينهم يثبتوا علينا إنه نحن زناقيل. ماشي بس أنا قلت لحالي بخبركم مشان تدعوا لنا. عم ندعي لك ليل نهار جارنا. يلا بالإذن بالأنف بالحنجرة. حرامي الجيجة. شو عم تعبي عندك؟ عم خيط لك جراباتك مشان إذا لبستهم ما تبرد. ولا دركيون دشيوسي بيوم من ايديك. ايه وبلكي اخذت برد. لك ما ببرد ما ببرد، لما في عيونك ما اغشمك. ايه دخيله بكره بس تعطينا الحكومه حق المازار. بنزل بشتري لي جوزين 3 جرابات، بس بدي اياكي تجهزي لي شوالين. مشان شو؟ عم بيقولوا فصوبات حديثة على المازوت، يعني هالصوبة هاي بتدفي البيت كله. بدي انزل اشتري لي منها واحدة بكرة بعد ما تجي الحكومة لعنا. ايه ومشان شو شوالات؟ بدي حط بالشوالات جيجاتنا وجيجات اسعاد وانزل بيعون، لانه المصرات اللي معي ما بيكفوا، هن بتروح الحكومة من هون وانا بنزل بشتري الصوبة. كيفني معي؟ ايه وبلكي زعلوا. لا يزعلوا، يعني ما اول مرة هي بيزعلوا فيها، ما هي عطول زعلوني.
وسهلا من اللي جاي، ماني سامع يلي جاي. اهلا وسهلا واهلا وسهلا، اهلا وسهلا يا سيدي، اهلا وسهلا يا سيدي يا سيدي، اهلا وسهلا. تفضل. شرفتوا شرفتوا ميت، اهلا وسهلا. اهلين اهلين. اسعد خرشوف. حاضر حواضر، جاهز جواهز سيدي، امرك اوامر. هلا وي عندك. من هذا سيدي؟ لا والله ما اجي لعندك. لك ولا غشيم، لعبة بعيونك ما اخشمك، ولك هذا تليفون تليفون، بس ما مثل التليفون تبع الصويلح بشريط، هذا بلا شريط. ايوه فهمت عليك فهمت عليك مظبوط. لا والله يا سيدنا ما عنا، نحن ابو شريط ما عنا، بدك يكون عنا بلا شريط، فقيرين نحن فقيرين ما عنا. وانت عندك هلوي؟ ونحن مثله كمان شحادين، والحشا شحادين جلاجئ، ما معنا الوتكة، بس بتعطونا مظاط تندف فيها العظم. طيب طيب لك تعرف حصي ياهن لبين ما عملوا جولة بالبيت. قول الله. لحظة 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 ديبي، طلعي من عندك طلعي، خلي الاستاذ المقرر يفوت يفتش على الفقر تبعنا تيشوف بعينه قديشنا شحادين. شرفوا شرفوا. كيف صحتك دكتور؟ ان شاء الله هيك تبقى بتاعك. هلا شو بدك بصحتي؟ المهم صحتكم، انتو صحتكم كيف؟ ايه 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 ايه. لحظة، يعني نكتبكم معافى؟ دكان كتبنا معافى وهيك بلا فحص معلش. حديد هيك اكتب حديد. حديد حديد. حديد حديد. ايه معناتها انتو ما بيطلع لكم دعم لأن نديله للزلمة. والشباب والبلد والبلد. والشباب مظلوم مظلوم، لعبة بعيونك لعبة بعيونك، ولك امتى صرت حديد ولا؟ ولك من يوم يومك. خشبع هلا صرت حديد. تنك تنك دكتور تنك. ايوه حديد مصدق. بس يعني بتعرف انت الانسان بضل بهنا شغلات وشغلات هيك، صحيه صحيح ولا ما صحيح؟ شغلات مثل شو شغلات؟ قلبه قلبه قلبي عندي قلب. شو قلبك شو انت؟ شو قلبي؟ قلبي قلبي بدق احيانا. بالله العظيم شو بدق قلبك؟ ايه طبعا قلبك بدق، لو ما بدق ما كنت حضرتك موجود هلا. لك ما هيك قصده يا دكتور، ما هيك قصده، كمان خده على قد عقله. شو شايفه يعني دكتور؟ هو مسكين احيانا بيخشع قلبه يعني. بعد بعمل هيك بعمل هيك. ايه فوت فوت قدامي خليني افحصك. فوت روح قلبي. العمى بعيونه له المازوط العمى. يا قلبي يا قلبي. طيب راح يروح فيا يا قلبي. مرايت بس بقى. مرارة مرارة. ما في شيء قلبك يا زلمة؟ ما بجاني ولا شيء شيء ولا شيء. العمى شو سوي انا؟ قوم انا كبه وبيت قوم اذا ما عم جعلني شيء. دكتور افحصني قلي افحصني انا موجوع كتير بدي اعاه. تعال لا لا قوم تعال دي بقى احملوا حالكم وروحوا مثل الطير طاير خبلوا كل اهل الضيعه. اذا سالكم الدكتور كيفكم كيف صحتكم؟ والله عم بيجعنا كل شيء عم بيجعنا، صحتنا ما منيحه ولازم يكون مرض قوي كثير. قال لانه اذا واحد ما عم بيموت ما بيعطوا شهاده فقر حال ولا بياخذ مازوت. فمرض محدد ولا حي الله مرض؟ ليك اسعاد هلا يعني بنقول لهم مثل ما قالت فارطه الطحين، فمرض محدد الا هيك حي الله مرض. لك لا هلا لازم يكون فهنا مرض محدد وحي الله مرض، مريضين لازم يكونوا، ولازم يكون مرض هيك بوجع كثير خطير يعني. اخطر شيء اخطر شيء فارطه الطحين الحقيني. يلا روح يلا على الصيده. شو اللي بده يصير هنا؟ قلبه قلبه. لك يا زلمة تبعتني ليش هيك عم تقول؟ ها ما كل الدكاترة إذا شافوا قدامهم المريض بيقولوا له قول هي أنا عم قلك بدون ما تقول لي قول ايه قوم قوم ما فيك شيء قوم. لا لا فيني فيني بحبش منيح ولو دكتور بحبش إلا ما تلاقي في شيء شغلة شيء يعني هيك ما طلع معك شيء يا بني آدم. لك حتى لو ما طلع هلا معقولة هالشسة كلها المتشطحة قدامك أي ما يطلع فيها شيء شغلة؟ دور بحبك خيو بس يطلع معك شيء يبقى زورني. دكتور طول بالك طول بالك وبركي ما طلع معي شي شغله من هون لاخر الشتويه. معقول نضلك مقعدنا هيك مقرعبين من بردنا بهالبرد السلام هون والحشره حموت؟ معقول تروح علينا المازوطات مشان هالشغله بلا طعمه؟
دكتور الله يغني، الله يوفقك، والله برداني، ليك برداني، والله برداني. والله العظيم فهمان عليكم يا شباب، بس كمان انتم فهموني، انا هي جيتي من عند اهل التخريمي، ما ضل لا كبير ولا صغير، ما كتبنا لهم مرض، مرضناهم كلهم، ما فينا كمان نمرضكم كلكم، بننكشف بعدين بنفضح شباب. يا دكتور شو عم تحكي انت؟ يعني هلا اهل التخريمي بحاجه لهي ورقه فر الحال، نحن بدنا اياها، هدول هن كلهم بيشتغلوا بالتهريب مع المصاري ما بتغني راهم، وبيهربوا اكثر شيء المصاري. نحن اللي بدنا ورقة فقر الحال، لأنه نحن الفقر عن حق وعقي، مع أهل التخريمة، لك العمى بعيونك كلهم مهربين وقطع طرق والتولين اتلع. ولك فهمان عليكم، فهمان عليكم، بس أهل التخريمة ما فينا نقول لهم لا، بيروحونا بعدين يا زلمة. لا، ولو دكتور، هلا يعني اللي شرب البحر رح يغص بالجنطال، اكتب لنا شي مرضى ولا اكتب لنا شي مرضى الله يخليك. مظبوط الحكي، ما بغص. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. توفقك. أسعد ربو. أه؟ بتضلك بتكح قدام اللجنة ليقبطك. أمرك أوامر، حاضر حواضر. جودي، أنت رح أكتب لك التهاب مفاصل مزمن، روماتيزم يعني، منيحة؟ كتر خيرك يا دكتور، فضلت عروسي. إيه بس بتعرج قدام اللجنة ها؟ رح اتكرسح قدامن اتكرسح. هلا بتشوف لك انا بعجبك كتير، من زمان كنت مثل ومن انا وصغير اعمل مكرسح اعمل كرسح.